على تضامنكم مع الأخت العزيزة الفاضلة ريحان الموسوي وزينب حسن الجمعة. نقرأ سورة الفاتحة على الأخت زينب الجمعة، الله يرحمها. طبعا يا أحبتي، الذي يحصل في هذا اليوم وخاصة في شهر رمضان، شهر العبادة، شهر الطاعة، شهر المغفرة، ولكن هذا النظام لا يزال يقوم ما يقوم به على شعبه. فنقول للنظام الذي تقوم به ضد شعبك غير صحيح. بالأمس تقوم الاعتداء النيابة والشرطة والمرتزقة على الأخت ريحان الموسوي لانتهاك العرض الشريف، وهي شريفة وعفيفة. ونحن نقول للنظام مهما قمت به لن تعمل شيئا ضد هذا الشعب. طبعا ريحانة لما تكلمت أمام القاضي وقالت للقاضي أنا انتهك عرضي، وهذه رسالة قوية إلى القاضي، ولكن القاضي مع الأسف ما عرف حق هذه الأنسة أو ريحانة الموسوي الطيبة الشريفة العفيفة. المفروض على القاضي أن يقف معها، ولكن يقف مع النظام الذي يسانده، الذي تجي إليه الأوراق وهو موقعة ولا يدري ما فيها، يتكلم بشفايفه ولا يعرف ما هي الذي قام به النظام ضد هذه العفيفة. النظام يهدف عرض هذه الأنسة الشريفة ريحان الموسوي. نحن نقول للقاضي أنت محاسب أمام الله لأنها شكت لك شكوتها وأنت لم تسمعها، وأنت محاسب أمام الله وأمام الشعب البحريني بأكمله، ولكن سنأخذ القصاص منك لأن أنت ما أنصفت. وها هو اليوم يقوم النظام باقتحام السيد سعيد، السيد عيسى، السيد حسن، السيد عيسى أبو الشهيد، السيد هاشم، ويأخذوه إلى دوار 17. ولما رحنا سألنا عنه قال ليس موجود عندنا. وكنت مع اتصال أخوي السيد يوسف المحافظة وخبرته وخبرت أسامة التميمي على ما حصل في هذا اليوم من النظام الاعتداء على أبو الشهيد السيد هاشم عند الفطور. أينكم يا منظمات الدولية؟ هم قام النظام الاعتداء على أباء الشهداء، سيدورون على أباء الشهداء. نحن نحمل المسؤولية. النظام الأوروبي والحقوقيين والمسؤول عن كل هذا الجرائم الذي يصير في البحرين هو رأس الدولة حمد، هو المسؤول. لأن صراحة هذا النظام يقوم بكل وحشية ضد شعبه. هذا الشعب مسالم، هذا الشعب طيب، هذا الشعب وفي، ولكن أنا أقول أشكر هذه الفعالية في هذه الليلة في مهزة، وأتمنى من أخواني الأعزاء الأفاضل قرية مهزة مثل ما وحدوا بين سترة كامل إسفالة ومهزة والخارجية ومرقوبات، أتمنى يكون مسيرة هالمرة في شارع رقم واحد. أتمنى يكون في شارع رقم واحد حتى نعطي الشارع فعالية قوية. وأتمنى هذه تكون نفس هذه الفعالية اليوم في مهزة قوية، رجال نساء. أنا أتوجه لكم بكل الشكر والتحية رغم هذا الجو الحار، ولكن الحضور حاشم وقوي. وشكرا لكم وشكرا لكل من حضر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.